بقول لكم سر دعاء في قصة قصيرة جدا إن شاء الله. هذه امرأة تدعو الله ليل نهار: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمها تدعو، أبوها يدعو، هي تدعو ليل نهار: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الفتاة تعينت مدرسة في منطقة بعيدة، في منطقة منعزلة. أبوها خاف عليها، كيف يحصل لها سكن؟ كيف يأمن عليها في هذه المنطقة؟ الأب شال هم بنته، قال كيف أشوف لها سكن وكيف تسكن لحالها ومنطقة منقطعة. فراح الأب معاها للمدرسة، وصلها المدرسة وراح يصلي في المسجد. بعد الصلاة جلس يذكر الله لحاله، إلا شاف مطوع جالس لحاله. راح لعند المطوع، قال: يا مطوع، ما تخبر لك معرس يستر على بنتي ويتزوجها؟ قال المطوع: يا سبحان الله يا عم، جابك الله، شوف اللي جالس في الزاوية هذاك تقريبا له شهر مكلمني وكل يوم يكلمني، ها يا مطوع ما شفت لي حرمة أعرس عليها؟ أبو البنت انبسط جدا، قال لها: يا مطوع ايش رايك تكلمها أنت؟ والله إني أستحي أكلم أنا. قال له: خلاص مطوع، الموضوع عندي. فراح المطوع لعند الشاب هذا، قال له: ها ما تزوجت؟ قال له: يا مطوع أنا مكلمك تشوف لي حرمة أستر عليها وتستر علي. قال له المطوع: يا سبحان الله، تشوف الشايب اللي جالس في الزاوية عنده بنت توظفت جديدة عندنا مدرسة، ايش رايك أكلمه لك؟ قال له: خلاص كلمه. طبعا المطوع متفق هو والشايب. أخذها المطوع، أخذ الشاب وراح لعند الشايب وكلمه، قال له: يا عم هذا الولد يبي يتقدم لبنتك ويبي يستر عليها. قال له الشايب: حياك الله ويا مرحبا. وراحوا للبيت وشاف البنت وأعجبته وتزوجوا. سبحان الله، جلسوا يتكلمون مع بعض المعرس والمعرسة، فقال لها المعرس الولد: يا سبحان الله، أنا دائما أدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والبنت قالت له: سبحان الله، والله إني أدعو دائما بهذا الدعاء بين الإذان والإقامة في الدعوات المستجابة. فهذا الدعاء جدا عظيم إخواني، احفظوه ورددوه دائما: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.